اتكلمنا فيه مع حضراتكم في عدد من الفقرات في الحقيقة، واللي كان آخرها بالأمس اتكلمنا عن إيه هي الطرق البديلة ل جودة المياه للاستخدامات الأخرى، طبعا منها الزراعة واللي بتاخد كثير جدا من استهلاك للمياه. و طرق وأيضا أبحاث علمية وتطبيقية، خاصة ما يقوم به من جهود المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري. معنا يعني الآن عشان نلقي الضوء أكثر على الجهود المبذولة في هذا الموضوع والأبحاث التطبيقية من قبل المركز القومي للبحوث، دكتور خالد المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور خالد. وإحنا بنتكلم يعني وفتحنا ملف في الحقيقة استهلاك ويعني ترشيد الاستهلاك الخاص بمياه نهر النيل، اتكلمنا في أكثر من مرة إن طبعا التزايد السكاني هو السبب الرئيسي إهدار الموارد المائية بشكلها طبعا وبطرقها المختلفة. النهاردة نتكلم مع حضرتك عن أبحاث تطبيقية وعلمية بجهود مختلفة من يعني المركز القومي لبحوث المياه. أبدأ مع حضرتك في إلقاء الضوء عن هذا المركز. الحقيقة المركز القومي لبحوث المياه هو تابع لوزارة الموارد المائية والري، تحتيه 12 معهد بحثي، معهد بحثي متخصص في علم من علوم المياه. يعني لو جينا نتكلم على المياه الجوفيه فاحنا عندنا معهد بحوث المياه الجوفيه، لو بنتكلم على حصاد الامطار والسيول بنتكلم على معهد الموارد المائيه، فكل معهد الحقيقه بيتخصص في علم من علوم المياه. حضرتك تقولي ان المركز القومي لبحوث المياه هو الذراع البحثي لوزاره الموارد المائيه والري. المركز سنة 1975 طبعا في 12 معهد زي ما قلت لحضرتك، في كمان معامل مركزية. المعامل المركزية دي هي أحدث معامل مركزية في منطقة الشرق الأوسط، وفي وحدة البحوث والدراسات الاستراتيجية. الحقيقة المركز ده طبعا بيخدم زي ما قلت لحضرتك استراتيجيات أو تطبيق استراتيجيات الوزارة، في دعم كبير جدا الحقيقه من وزاره الموارد المائيه والري للمركز. طبعا وفي طبعا معهد بحوث الصرف على سبيل المثال، وهو بيخدم الـ نقدر نقول لحضرتك اللي هو اعاده استخدام مياه الصرف مره ثانيه والمعالجه بتاعتها. فاحنا عندنا 12 معهد بحث، في معهد لو بنتكلم على السي ليفل رايز او ارتفاع منسوب سطح البحر والكلايمت تشينج او التغيرات المناخيه، ففي عندنا معهد بحوث الشواطئ، فهما يعني دي مجموعه معاهد بتشتغل مع بعضها، بتشتغل بطريقه تكامليه بنخدم بيها الاستراتيجيات الموارد المائيه والري. طب نتكلم بقى يا فندم عن الاستراتيجيات الجديده، كنا بالامس فتحنا ملف بتقديم مشروع خاص بالاهتمام بالموارد المائيه والري في الفتره القادمه، هذا المشروع هيكون فيه تغليف للقوانين وهيكون فيه عده قرارات مختلفه لمتابعه ما يحدث على ارض الواقع من خلال الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتوعيه المواطنين، وخاصه ما تم القاء الضوء عليه. اتكلمنا بالتفاصيل عن روابط هتكون هذه الروابط مسؤوله عن توعيه المواطنين ومتابعه الموقف الحي في كل محافظات الجمهورية. عايز أعرف مع حضرتك الخطط والاستراتيجية إن شاء الله، الهدف اللي هيكون في الفترة اللي جاية من خلال التوعية وترشيد استهلاك المية والمعالجة من جنب آخر. بس برضو يعني ما يفوتنيش إن أنا أقول لحضرتك إن كان في شهر كان في تصويت في المجلس العالمي للمياه على إن يبقى في مجلس المحافظين المجلس العالمي للمياه. كانت أول مرة طبعا مصر ممثلة بوزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه إن هو ياخد مقعد في مجلس المحافظين في المجلس العالمي للمياه. المجلس العالمي للمياه ده متخصص في وضع السياسات المائية على مستوى العالم، فدي كانت أول مرة الحمد لله إن المركز بيبقى في مجلس المحافظين. لو رجعنا لموضوع التوعيه، الحقيقه ان دور المركز احنا بنعمل دورات تدريبيه، دورات تدريبيه دي بنعمل فيها توعيه للمهندسين الحقيقه، وكمان بننزل لارض الواقع وبيبقى في توعيه كمان لمستخدمي المياه. في طبعا مستخدمي المياه بالنسبه على الترع دي طبعا يعني دي تحت
قطاع تطوير الري في الوزارة، فإحنا بنساهم معهم وبننزل معهم وبنعمل معهم توعية وبنفهمهم أهمية المية. إحنا الحقيقة إحنا طبعا عندنا زي ما حضرتك عارفة عندنا شح مائي، نصيب الفرد بيتكلم في أقل من 600 متر مكعب، وده طبعا أقل من الفقر المائي اللي هو الألف. فإحنا بنوعيهم بالكلام دوت وبنديهم أهمية إن إحنا نحافظ على كل قطرة مية وكما ونوعا. فإحنا شغالين في مجال التوعية. طيب بنتكلم مع حضرتك بقى عن البحوث النظرية وخاصة التطبيقية، دي المهم بإلقاء الضوء عليها من خلال الأبحاث المختلفة في كافة يعني قطاعات هذا المركز اللي بتقوم عمل يعني بعض الأبحاث التطبيقية دي عشان نعرف نطبقها على أرض الواقع ونعمل طرق بديلة لتوفير المياه. الحقيقة طبعا ده موضوع مهم جدا. احنا بنتكلم مع حضرتك ان في مصر ان 97% من المياه بتجيلنا هي مياه عابرة للحدود، بتجيلنا من بره. كان لازم ان احنا طبعا نهتم جدا جدا، وطبعا احنا المنطقه الجافه وشبه الجافه اللي هي الارض والسيمي اريد ريجون، فاحنا عندنا مشكله الحقيقه في الميه، فكان لازم ان احنا نحافظ على كل قطره ميه. كان دور المركز القومي لبحوث الميه انه الاهتمام بالميه كما نوعا. لو هنتكلم على نوعيه الميه، احنا عندنا شبكه رصد بيسموها شبكه الرصد القوميه لجوده الميه، 435 نقط رصد او محطات موجوده بتغطي مستوى الجمهوريه، الدلتا ونهر النيل بالكامل، سواء كانت مياه ترع او مصارف او مياه جوفيه. فاحنا بنعمل متابعه دايمه ومتصله على مستمره على طول بالنسبه لنوعيه الميه، وبنتدخل لو في حاجه معينه. بنيجي النهارده احنا بنحاول طبعا عندنا طبعا مشكله الميه، فبنعمل اعاده استخدام لميه الصرف الزراعي اكتر من مره لان عندنا مشكله. فالحقيقه بنعمل معالجات المياه، المركز القومي لبحوث المياه بداخل فيها، بنشوف كمان نسب الخلط قد ايه بتاعه المصارف بعد معالجتها على استخدامها في ان هي طبعا في اعاده في الاستخدام الزراعه مره اخرى. تمام. في تقنيات جديده توعيه بالنسبه للووتر كواليتي او جوده المياه. عندنا الحقيقه في المحطه دي محطة أبحاث في بحيرة المنزلة. حضرتك عارفة أن بحيرة المنزلة من أكثر البحيرات اللي عندنا في السواحل يعني أو في المنطقة الشمالية فيها تلوث. عملنا تجربة فريدة من نوعها، مصرف بحر البقر هو بيصب داخل البحيرة. المصرف ده يعني فيه كمية تلوث كبيرة. فعملنا ده السبب الرئيسي في التلوث؟ هو المصارف اللي موجودة في بحيره المنزله هو احد الاسباب الرئيسيه الحقيقه في تلوث بحيره المنزله. كم مصرف يا فندم؟ احنا بنتكلم على في خمس مصارف، ولكن في ثلاثه هم اللي هم يعني نسبه التلوث فيهم اكثرهم هو مصرف بحر البقر. وقلنا نيجي على مصرف بحر البقر هو اكثر تلوث. عملنا حاجه اللي هي سموها تجربه الاراضي الرطبه او الويتلاند. خدنا من البحيره بنتكلم في 100 فدان. مية المصرف بتنزل بتعدي على المنطقة دي بيتم فيها تنقية المية، تنقية البيولوجية الحقيقة ما فيش أي لا أي مواد كيماوية ولا أي حاجة. 50 فدان حاطينها المية بتنزل عليها، الخمسين فدان دي مزروعة بوص، البوص ده طبعا بيعمل عمليه ومحطوط بطريقه معينه فبيعمل تنقيه، وبيبقى محسوب الوقت اللي بيتمكس فيه اللي هو زمن المكوس بتاع الميه اللي بتنزل من المصرف في قلب المساحه دي. بيحصل تنقيه تامه فيها، عندنا معامل موجوده هناك بتقوم بعمليه تحليل للميه قبل وبعد. طب والاستفاده بقى من الجزء ده؟ ما انا هقول لحضرتك ليه؟ انا هقول لحضرتك احنا بننقي دلوقتي بنتكلم في حوالي تقريبا 30,000 متر مكعب يومي. ناخد الميه دي بنستخدمها في الزراعه بعد التنقيه وفي مزارع السمكيه. عندنا حضرتك في عندنا في المنطقه دي حاطين 100 فدان المزارع السمكيه، الانتاج بتاعها الحقيقه ممتاز، الووتر كواليتي او نوعيه الميه ممتاز، اللي بيطلع منه الحقيقه عملنا عليه تحاليل وكده فهو طبعا صالح من الناحيه الصحيه، وكمان حتى الذريعه اللي بتطلع بنديها مجانا للناس اللي
في حوالينا في القرى. فدي تقنيه من التقنيات الحقيقه الممتازه جدا جدا. هل ممكن ان احنا نوسع التنفيذات المختلفه للمشروع ده زي ما حضرتك قلت مثلا بحيره المنزله، يبقى الموضوع على اوسع واشمل، ولا هو بيتكلف كتير؟ لا بالعكس، ده تكلفه تعتبر التكلفه قليله. في نفس الوقت انا ما بستخدمش اي مواد ضاره من الناحيه البيئيه. احنا الحقيقه التجربه دي نجحت. ان شاء الله احنا بنعمم الموضوع ده على المصارف اللي موجوده عندنا. لكن طبعا احنا لازم طبعا بنراعي طبعا ان هي برضه بنتكلم على ان هي بتاخد مساحه شويه. يعني انا استقطعت انا بعمل عمليه المعالجه في 50 فدان، وبعد كده الباقي انا طبعا بستخدم فيها طبعا بحيث المنزله كان في عندنا طبعا مساحه عملنا الكلام ده فيها. الحقيقه احنا ان شاء الله باذن الله بنشوف بقيه البحيرات الشماليه برضه والمصارف. طيب مهم يا فندم ان احنا نتكلم عن معالجه مياه المصارف والاستفاده ايضا من خرات السيول، يعني في عدد كبير من الاستفادات اللي ممكن نستفيد منها في كافه النواحي، خاصه لما بنتكلم عن القطاع الزراعي وما يستهلكه من مياه بنسب كبيره جدا. ايه هي الرؤيه الثانيه المختلفه لمخرات السيول والاستفاده من هذه مياه الامطار والسيول، خاصه ان هي بتبقى في فتره معينه من العام؟ الحقيقه طبعا هي في استراتيجيه الوزاره ان احنا نستفيد بكل قطره مياه، ما نضيعش ولا قطره مياه. فالحقيقه في معهد الموارد المائيه هو تابع للمركز، في تعاون وثيق بينه وبين قطاعات الوزاره في عمل مخرات، طبعا في اعمال حمايه لمخرات السيول وتجميع مياه الامطار في صوره، في برضه بحيرات صناعيه، وبالذات طبعا المنطقه اللي هي المعرضه للسيول، طبعا منطقه البحر الاحمر ومنطقه سينا وكده، بتتجمع فيها المياه دي وبيتم عمل زراعات عليها، زراعات موسميه. وفي نفس الوقت الاهالي طبعا بيقدروا يستخدموها، فاحنا ما بنضيعش قطره مياه فيها فترة طبعا، ودي بس دي بتبقى اللي هي بتبقى موسمية وبتبقى في الفترة بتاعة سقوط الأمطار. بالتأكيد صحيح. طيب أعرف من حضرتك كمان ما تم يعني إنجازه من أبحاث تطبيقية مختلفة في كافة النواحي، وزي ما حضرتك قلت يعني في استفادة من مياه الأمطار والسيول، عندنا أبحاث تانية تطبيقية واللي تم تطبيقها فعلا في بحيرة المنزلة، إيه تاني الأبحاث اللي ممكن نستفيد بيها؟ ولو قلنا كمان يعني الاستفادة من موارد مياه نهر النيل. احنا طبعا شغالين على كذا محور الحقيقة، وبرضو زي ما بقول لحضرتك احنا بندعم استراتيجية الوزارة. احنا طبعا برضو في حاجة، احنا يعني جانب الابحاث بتاعتنا احنا بنعمل ابحاث تطبيقية طبعا. احنا لينا طبيعة خاصة، المركز القومي لبحوث المية الباحثين اللي فيه بيجمعوا بين الناحية الاكاديمية، لان طبعا في درجات علميه واساتذه وكده، بس في نفس الوقت كمان احنا حافظين كل جزء، كل ترعه وكل مصرف موجود في مصر، شبكه الري والمصارف اللي هي تعتبر اكبر شبكه على مستوى العالم، فاحنا حافظينها كويس وعارفين مشاكلها. فده بيخلينا ان احنا لما بنعمل الابحاث بتاعتنا تبقى الابحاث بتاعتنا ابحاث تطبيقيه الحقيقه، تستفيد منها الوزاره وبالتالي طبعا بتستفيد منها مصر. احنا برضو في حاجه يعني كنت عايز اقولها، احنا بنتبنى الابحاث لما بيجي لنا حد عنده رؤيه معينه او بحث معين، فاحنا بنتبنى. بمناسبه ان احنا بنتكلم من على الطلاب يعني او حتى من الباحثين، ما انا هقول لحضرتك يعني بمناسبه مثلا تحسين نوعيه المياه. احنا في دلوقتي متبنيين احد الابحاث دلوقتي حاليا بنعملها، ان احنا نستخدم ميه الصرف الصحي وبنعمل لها معالجه وبنفصلها، بناخد الميه نفسها، في الميه وفي السلادج، الميه بناخدها بنعمل بيها طبعا عمليات المعالجه، بنعمل بيها زراعات، والحقيقه بناخد بنزرع بيها، بس قبل ما بنزرع بيها بنمررها على احواض سمكيه. الاحواض السمكيه دي في السمك بيبقى يعني بيطلع حاجه اللي هي نيوترينتس او مواد نيوترينتس يعني في الميه. بياخد الكلام ده، بناخد الميه دي التلوث. تعتبر سماد ممتاز للزراعه، فاحنا شغالين في التجربه دي دلوقتي. يعني الاسماك هي اللي بتفيد الميه بالظبط كده، بتدي بتطلع نيوترينتس في الميه. فبتاخد الميه المعالجه دي بتروح على حوض السمك الاول، تاخد النيوترينتس دي وتطلع على الزراعه. نسب التلوث في الميه من خلال الاسماك. احنا بقى عندنا حاجه بقى، احنا طبعا عندنا المعامل المركزيه للرصد البيئي، معامل مجهزه هي على طول بتتولى عمليه التحاليل من اول المدخل بتاع الميه لحد
تخرج وبنشوف تحليل المياه في قلب احواض السمك كل الكلام ده. فده نوع بحثي شغال دلوقتي تحت التجربه. الحقيقه في تجربه ثانيه شغالين فيها برضو، جايبين مبنى سكني. المبنى السكني ده بناخد الماده اللي بناخد الصرف الصحي وبنعمل له فصل، برضو الماده السائله بناخدها نعمل بيها زراعه بعد المعالجه، وبناخد السلادج دي بنطلع منها غاز بايوغاز يستخدم في كانرجي او طاقه للوقود. ده التجربه دي شغاله، المفروض ان احنا هنبدا ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي. بنبدا طبعا يعني بيحصل توليد للبايوغاز، ودي تنقيه الحقيقه بدون تدخل خالص، عباره عن فلاتر من الزلط والرمل زائد نبات البردي. حضرتك قول لي برضو وضح لي البايوغاز هنستفيد زي او ايه الاستفاده المعظمه منه؟ البايوغاز هو طبعا هو يعني يعتبر زي مماثل للغاز الطبيعي اللي عندنا في المنازل يعني. ده بيستخدم في عمليه الوقود، يعني لو احنا النهارده مثلا بنشغل بوتاجاز او كده او حاجه، فانا بقدر استخدم البايوغاز اللي بيطلع ده بديل لي الغاز. واحنا طبعا يهمنا ان احنا برضو نوفر في الطاقه بالتأكيد. فده تقنيه الحقيقه ممتازه. جربها قبل كده معهد بخصوص صيانه القنوات المائيه. وعلى فكره احنا عندنا مشروع باي ذا واي يعني في اوغندا شغالين فيه دلوقتي، وده امثله احد تعاون مع دول حوض النيل لتوليد البايوغاز من الحشائش المائيه. هايل. ورد النيل. ورد النيل. ايه تفاصيل هذا المشروع؟ التفاصيل ان احنا عملنا تجارب ابحاث تطبيقيه بقى زي ما حضرتك بتقولي كده. جبنا النيل وفي عندنا تقنيات معينه حطيناها ورد النيل، استخدمناها في توليد البايوجاز بطريقه معينه. طلع طبعا البايوجاز اللي هو اللي بقول لحضرتك مستوى وقود، والناتج بتاع ورد النيل ده استخدم كسماد. الحقيقه جربنا الكلام ده في البحيره عندنا في مصر، المشروع نجح. طيب احنا عندنا دلوقتي احنا محتاجين نعمل تعاون مع دول حوض النيل. في عندهم في اوغندا في بحيرتين اللي هو البرت وكايوجا، دولت ورد النيل منتشر بكثافه. ورد النيل حضرتك زي ما انت حضرتك عارفه هو اساسي بيمتص كميات كبيره من المياه. فاحنا من مصلحتنا ان احنا او من السياسه بتاعتنا ان احنا نوفر المياه، فروحنا هناك عاملين مشروع الحقيقه هناك. استخدمنا عملنا تكنيك بان احنا بناخد الحشائش دي بنولد بيها حضرتك التكنيك اللي انا قلت لحضرتك عليه، بنولد البايوجاز. دخلنا البايوجاز للمنازل اللي موجوده على البحيره وعليها في عدادات عشان يقدر يعرف السحب بتاعه قد ايه. الحقيقه يعني مشروع من المشاريع الرائده في في دول حوض النيل. وناخد الباقي في السماد. بتولد كميات كبيره يا فندم، كميات كبيره من البايوجاز ولا ولا محدوده بس على يعني الجانبين او الضفاف؟ لا، هو الكميات كبيره الحقيقه بروميسنج. ولذلك احنا كان في وزير البيئه ووزير الزراعه الاوغندي لما شافوا التجربه دي، فهم الحقيقه ريكومند او ان هم بيوصوا ان نكمل معاهم. هو المفروض المشروع ده اللي احنا عملناه وظبطنا لهم الحاجه خلاص وحطينا كل حاجه وعملنا لهم كباسيتي بيلدينج، كمان عملنا لهم تدريب ازاي يعملوا صيانه للاجهزه بتاعه المعدات بتاعه البايوجاز وازاي هم يولدوا البايوجاز بنفسهم. عملنا تدريب للاهالي وتدريب للمهندسين اللي موجودين هنا. لما لقوا التجربه ناجحه فهم طالبين من ان احنا نستمر ونخش في مرحلة تانية أو فيس تانية للتوسع في الإنتاج البايوجاز. والموضوع ده مطبق عندنا يعني مطبق عندنا في يعني على ضفاف نهر النيل. عملناه في البحيرة مصر في محافظة البحيرة، معلش عملناه في محافظة البحيرة. والمشروع الحقيقة نجح. وإحنا كمان يعني احنا في مجال برضه ان احنا عمالين بنطور التقنيه او التكنيك، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين كل قطره ميه نحافظ عليها مع الكواليتي بتاعتها. بالتاكيد. لو نتكلمنا يا فندم عن التغيرات المناخيه، ودي يعني حاجه ما فيش يد فيها وحضراتكم بتسحب في ظل التغيرات المناخيه خاصه مع ارتفاع منسوب المياه، ايه الاستعدادات اللي دايما حضراتكم بتعملوها لاستقبال اي ظروف في التغيرات المناخيه؟
طبعا بالنسبه للوزاره فهو اللي بيتولى هذا الموضوع هو الهيئه المصريه العامه لحمايه الشواطئ. ده كجهه تنفيذيه بيساعدها المركز القومي لبحوث المياه متمثلا في معهدين. معهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث التغيرات المناخيه والبيئيه. الحقيقه عندنا نماذج رياضيه وبرضه في تعاون مع قطاع التخطيط في الوزاره اللي بنقدر نعمل تنبؤ بالسي ليفل رايز او ارتفاع منسوب سطح بحر. الحقيقه عندنا اجهزه يعني احدث اجهزه على مستوى العالم تم تركيبها اوريدي على سواحل البحر الابيض المتوسط بتعمل لنا رصد لحظي للمناسيب سطح البحر بتتحول من خلال داتا لوجر بتيجي عندنا على طول في المركز. فاحنا بنعمل مونيتورنج او متابعه دائمه وبنعمل تحليل للكلام ده وبنشوف قد ايه ارتفاع المنسوب وهنعمل ايه. وعندنا رفع مساحي لمنطقه الدلتا فبدانا بالمناطق اللي هي المنخفضه مناطق الحقيقه كان زمان يقولوا طيب احنا لو انا عايز احمي المنطقة دي فكنا بنيجي نحط بيسموها هارد ستراكشر اللي هي حواجز الامواج اللي حضرتك طبعا بتشوفوها في الاسكندريه او الساحل الشمالي بتبقى هارد ستراكشر وكلها عباره عن روكس وبتاع. الحقيقه في تقنيه جديده بقى تم استخدامها ان احنا لا احنا بنستخدم حاجه اسمها سوفت ستراكشر. دي عباره عن حاجه سيمبل خالص بنجيب البوص بيتحط في المناطق اللي هي اللو لاند او المناطق المنخفضه دي بطريقه معينه تصميم معين بيجي الرياح بتيجي محمله بالرمال في الاوقات بتاعه النواه وكده بيحصل اكيوميشن او بيحصل ترسيبات للرمل اللي جاي مع الرياح ده قدام البوص فبيعمل حمايه طبيعيه اللي هو زي الدايك او زي ما بيكون موجود في هولندا او كده بتتعمل. انا مش محتاج ما فيش اي نوع من انواع التدخل اللي هي الهارد ستراكشر او كده لا خالص. ده تقنيه جديده الحقيقه احنا اشتغلنا فيها مع هيئه شواطئ. ده تم تطبيقه في بالفعل في البرولوس. احنا عندنا اكتر المناطق اللي منخفضه في انخفاض منطقه كفر الشيخ والمنطقه بتاعه البرولوس واللي هي جنب محطه الكبر هناك اللي هي المحطه الجديده. فاحنا جبنا المنطقه دي عارفين ان هي اللولاند عملنا الكلام من حوالي تقريبا سنتين ونص بدأنا نحط البوص. حطينا البوص بطريقة معينة بتصميم معين من خلال معهد الشواطئ مع هيئة الشواطئ. بدأ يحصل الترسيبات اللي أنا بقول لحضرتك عليها. أنا رحت زرتها الحقيقة الشهر اللي فات لقيت أنه أنا عملت دايك أو حاجز رملي طبيعي الحقيقه ممتاز. انا مش محتاج بقى اللي هي الهارد ستراكشر دي عملت حاجه. الحقيقه احنا برضو ولازم لما نيجي نشتغل ابحاث يبقى عندنا حاجتين، احنا بنراعي التقنيات الحديثه زائد التكلفه. دي التكلفه بتاعتها يعني نقدر نقول ان هي مقارنه بتكلفه الحاجات اللي كانت بتتعمل اللي هي الهارد ستراكشر اللي هي الحواجز الامواج وكده التكلفه بتاعتها بنتكلم يمكن توصل لربع او اقل كمان. وبالتالي انا وفرت للبلد من الناحيه الاقتصاديه وعملت حاجه انا يعني ليس لها اثار بيئيه الحقيقه لانها حاجه من الطبيعه. فدي احنا شغالين عليها وان شاء الله في بروجكت في مشروع. فاحنا بقى هنبدا التجربه دي نجحت جدا الحقيقه بعد المتابعه بقى والسيبج والكلام ده. فاحنا بقى هنعمم دلوقتي هنبدا في الوزاره هتبدا تعمم هذا الكلام على بقيه المنطقه الساحل الشمالي. طيب واحنا بنتكلم مع حضرتك كده اكيد في كم ابحاث علميه واهتمام ايضا الدوله في الفتره الاخيره بالتحديد بالتعليم الفني والبحث. حضراتكم بالتاكيد يعني دور مهم جدا في البحث عن ابحاث علميه مختلفه وده من خلال ابنائنا واولادنا في الجامعات المختلفه. ايه التعاون اللي حضراتكم بتعملوه لدعم البحث العلمي في الفتره القادمه؟ أنا كان في فكرة الحقيقة وكان مع معالي الوزير كنت بتكلم معاه وزير الموارد المائية والري قلت له احنا يعني احنا عايزين نعمل تنسيق ما بين المركز القومي لبحوث المياه والجامعات المصرية في المجال بتاع المياه. الحقيقة أخذنا الانيشيتيف دي أو يعني بدأنا من حوالي شهر ونص كده تقريبا عملنا دعوة. المركز القومي لبحوث المياه عمل دعوة الجامعات المصريه الحكوميه بالكامل ان هم يجوا عندنا لان حضرتك احنا طبعا المقر بتاعنا المعاهد بتاعتنا مقرها في القناطر الخيريه. انا اقدر اقول الحقيقه يعني الواحد يعني مصر تفخر بهذا الكلام وانا
طرح علمي متميز. حضرتك لو بتروحوا هناك او تشوفوا كده هتلاقوا كله ابحاث علميه. فكان الهدف ان انا اوريهم احنا عندنا ايه. عندنا فاسيلتيز وعندنا حاجات يعني في جديد في منطقه القناطر الخيريه ان شاء الله في الفتره اللي جايه او الفتره الماضيه من انجازات مختلفه. هو المقر بتاعنا القناطر الخيرية واخدين مساحة طبعا كبيرة، هو يعتبر كامبس كده. لأن في حاجة احنا عندنا معهد بحوث أمريكا برضه لا يفوتني ان انا اذكره، يعني الحقيقة المعهد ده هو احدث او احسن، يعني مش انا اقول هو المعهد يمكن الوحيد في منطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا بيعمل نماذج طبيعيه. نماذج طبيعيه يعني ايه؟ بيعمل تمثيل ومحاكاه للمشروعات بتاعه الري في نماذج طبيعيه حضرتك بتشوفيها. يعني احنا عملنا قناطر اسيوط الجديده كنا مشتركين فيها، حط قناطر اسيوط حضرتك تشوفي شكل المايه وهي ماشيه، بنعمل الدراسات على الطبيعه في يعني في وجود المايه وده الاهم. صحيح، وده طبعاً التطبيق العملي ده الاهم. مشكوره جدا وكل التوفيق لحضراتكم دكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزاره الموارد المائيه والري. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نتابع مع